بكم من جديد. إحياء الذكرى السنوية لاغتيال كل من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس تتزامن مع تساؤلات تخيم على مستقبل المنطقة بما يشمل إيران وعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة إلى جانب أذرع طهران والتنظيمات المسلحة الموالية لها. أمين عام تنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله جدد البيعة لإيران، وفي خطاب متلفز ألقاه مساء اليوم تعهد باستكمال المسير على خطى سليماني والمهندس، كما حدد أهدافا مستقبلية تتقدمها إخراج القوات الأمريكية من المنطقة والقصاص من منفذي عملية الاغتيال. من ناحيته أكد الأمين العام لحزب الله العراق أبو حسين الحمداوي أن هناك متسع من الوقت للنظر في قضية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وإنزال حكومة الكاظمي، الأمر الذي يأتي بعد تهديدات أطلقها قادة من الكتائب ضد الحكومة العراقية في وقت سابق وللجمها توجه الكاظمي إلى طهران. ما هي الأوراق المتبقية لإيران ولأذرعها في المنطقة، وأيها ستستخدم من التنظيمات الممتدة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق للقصاص المفترض من قتلية سليماني والمهندس، أم أنها ستتصرف بحنكة بحيث لا تقوم بأي عمل عسكري كبير ينسب لها ريثما يعتلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة؟ عام يمر على مشهد الغارات الأمريكية في العراق تصاعد فيه لهيب التوتر الأمريكي الإيراني، منتهياً بتشكيلة متنوعة من الأحداث تحفظها طهران في قائمة الثأر مما تسميه بقوى الاستكبار. في إيران والدول المحيطة بها تحضر الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. كانت هذه الحادثة الكبيرة والمفجعة والتي سجلت في التاريخ وستبقى خالدة في التاريخ بحجمها، بعظمتها، بمظلوميتها، بالدماء التي سفكت فيها، وأيضا بتداعياتها وآثارها ونتائجها على كل المنطقة. إحياء الذكرى عراقياً جاء تحت شعار إخراج القوات الأمريكية من المنطقة دون اختراق للمنطقة الخضراء أو دون استهداف للسفارة الأمريكية. تتذبذب مشاهد بداية عام 2020 في العراق بين دعوات إبعادها والتحضر الدولي والأمريكي لتكرارها على مسرح الهدف العلني الأخير للتوتر الأمريكي الإيراني. يحبس العراقيون أنفاسهم بعد تأكيدهم الإجماع على ضرورة منع جر البلاد لساحة للصراعات الإقليمية والدولية. خرجنا عام 2019 لمنددين ورافضين التواجد للقوات الأمريكية في العراق، واليوم أيضا نجدد ونقول المهلة انتهت، واليوم كفلاء أبناء الحاج أبو مهدي المهندس وهذه الدعامة تشوفونها أمامكم وهذه القوة هي من ترد على قوات الاحتلال في حال رفضهم وخروجهم للعراق. التساؤلات حول من سيكون صاحب الشرارة الأولى وأين سيكون مسرح اشتعالها لا يزال قيد الترقب الإيراني الأمريكي الدولي. سيناريوهات انتقام إيرانية وسيناريوهات خوض الولايات المتحدة مغامرة عسكرية في المنطقة تتأرجح بين استبعاد وتأكيد بانتظار مراسم خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السلطة. ومن أجل مناقشة هذا الموضوع بقي معنا من القسم الأول السيد أوليفييه روفيتش الخبير العسكري والأمني والضابط احتياط في الاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى السيد أليف صباه خبير شؤون الشرق الأوسط الذي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب، وينضم إلينا الآن السيد موسى شريفي مختص بشأن الإيراني عبر خدمة سكايب من دبي، وعبر الخط الهاتفي المحلل السياسي ينضم إلينا من واشنطن السيد بشار جرار. اسمح لي أن أبدأ معك في البداية سيد بشار، الولايات المتحدة قررت سحب حاملة طائرات يو اس اس نيمتس، هل هو مجرد إعادة انتشار عسكري أم دليل على رغبة أمريكية في خفض التوتر مع إيران؟ وأعتقد أنه لا شك هذه الخطوة لا تفسر على الأقل من الجانب المعني في المقام الأول وهو إيران، إلا أنه إشارة لتخفيف التوتر، لأنه واضح أنه منسوب التوتر ارتفع سياسيا لاعتبارات مختلفة. وأعتقد أن الخبراء العسكريين أدركوا أن أي سوء فهم لهذه الرسائل المتبادلة
قد يولد حالة احتكاك عسكرية تدفع بحرب غير يعني غير مقصودة أو غير موجهة لطرف ما أو لهدف عسكري ما. وأعتقد أن موضوع الحسم الانتخابي حسم السياسي لانتخابات الرئاسة الأمريكية مرتبط في هذا القرار، لأن قرار من هذا النوع لا يفسر إلا أنه محاولة للتأثير على الداخل الأمريكي، وهذا أمر لا يمكن القبول فيه أمريكيا لا من الدولة العميقة ولا من البنتاغون المعني في المقام الأول في هذه الحرب. طيب دعني أنتقل الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد أوليفييه. يعني مع استعداد ترامب اليوم للخروج من البيت الأبيض، رأينا في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة تكثيف للهجمات التي نسبت لإيران كالسفارة في العراق أو مطار عدن. هل هذه مقدمة لتوسيع العمل العسكري ضد إلى إيران لربما في الفترة ما بعد ترامب؟ כן. نعم. בוודאי, מכיוון בתאקיד. ב-DNA של איראן, של השלטון האיראני, الطبيعة الإيرانية هي طبيعة عدوانية، هي طبيعة توسعية، استخدام الإرهاب في كل المنطقة من أجل الوصول إلى السلاح النووي. بما أن الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي وإسرائيل لن يسمحوا لإيران بالحصول على السلاح النووي، ولن يسمحوا لإيران بالاستمرار في التوسع في المنطقة، لذلك نحن في حالة تصادم. وهذه الحالة كما ترينها تشهد تصعيدا أو تهدئة، ولكن حينما تكون هناك تهدئة هناك حرب غير مرئية، حرب استخباراتية، حرب في مجال السايبر وفي المجال الاستخباراتي، والإيرانيون غير مستعدون للرضوخ. هناك مصلحة داخلية اليوم في إيران من أجل الحفاظ على هذا الصراع، للحفاظ على هذه الزمرة للملالة الحاكمة. هذا سبب وجود هذا النظام. حزب الله نصر الله هو بحاجة إلى الصراع مع إسرائيل لكي يستمر بالبقاء. طيب أتوجه للسيد موسى الشريفي. سيد موسى، اليوم خلال إحياء الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، أكد الأمين العام لحزب الله العراق أبو حسين الحمداوي، وأنا أقتبس، أنه لن يتم اقتحام مبنى السفارة الأمريكية ولن يتم الإطاحة بحكومة الكاظمي، فهناك متسع من الوقت. ما الذي يقصده هنا؟ هل هذا ينم عن عدم رغبة في التصعيد، أم عن ضعف حزب الله العراق، أم عن هدوء ما قبل العاصفة؟ ما رأيك؟ تحياتي لكم. حقيقة يعني هذه التنظيمات المسلحة بالعراق يعني هي ليس في موقع يعني يحسد عليه، لأنه كما تعرفون ليس لها حاضنة في الشارع العراقي، ورأينا يعني في ثورة أكتوبر العراقية كثيرا من مكاتب هذه يعني التنظيمات المسلحة أو الميليشيات كما يطلق عليها، الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران، كثير من مكاتبها قد حرقت وقتل بعض عناصرها بيد المتظاهرين، يعني في نيسان وفي النجف وفي كربلاء. حتى الحاضنة الشيعية ليس لها استعداد الدفاع عن هؤلاء، لأن هؤلاء ولاءاتهم وانتماءاتهم ليس للعراق، وإنما علنا يعلنون أنهم رهن إشارة خامنئي، وبالتالي العراقيون الوطنيون لا يقبلون بهؤلاء ولا يقبلون بهذه التصرفات. أما بالنسبة لدولة الكاظمي، أعتقد دولة الكاظمي لديها إمكانية ضاربة، وبإمكانها يعني بين ليلة وضحاها تقضي على كل هذه الميليشيات، لكن الكاظمي والحكومة العراقية تستخدم الحكمة ولا تريد الاصطدام مع ذولا. تعرف أن القوات العراقية، الجيش وقوات مكافحة الإرهاب، يفوق عددها المليون يعني جندي وضابط، وهذه الجنود لها خبرة يعني عميقة مع الحرب مع الإرهاب، ولها يعني دعم إقليمي ودعم دولي ودعم أمريكي ودعم أوروبي. كل هذه الدول هي واقفة خلف الكاظمي وخلف الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب. بالتالي هؤلاء ليس لهم حاضنة،
والوضع المالي مالهم متوتر جدا بسبب انهيار إيران. أعتقد هذا استهلاك داخلي ليس إلا. طيب سيد أليف، هل توافق ضيفي السيد موسوي بأنه استهلاك داخلي ليس إلا؟ وهل برأيك ستقوم إيران بعمل معادي ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو أي حلفائها في المنطقة، أم ستضبط أقصى درجات ضبط النفس لحين تولي بايدن سدة الحكم؟ يعني حين أسمع خطابات مضللة تقفز عن الواقع، تصور الأمور كما تريد لها أن تكون وليس كما هي في الواقع، أحيانا أضحك وأحيانا يعني زي ما قالوا في العامية بطنش، لأنه ما بتستاهل الرد. حقيقة الأمر أنه هذا مليون جندي العراقي اللي بتحدث عنهم ضيفك هم الذين هربوا أمام داعش حتى كادت داعش تصل بغداد. ومن الذي وقف أمام الدواعش؟ ومن الذي حارب داعش؟ ومن الذي انتصر على داعش؟ هم الحشد الشعبي. هي هذه القوات التي تقولون عنها أنها ميليشيات، هذه القوات هي صاحبة الحاضنة الشعبية الحقيقية، والمليون جندي هم الذين يأتمرون بأوامر أمريكا وأوامر ترامب، بالرغم من أن الشعب العراقي قرر بالإجماع في برلمانه بضرورة طرد القوات الأمريكية من العراق. القوات الأمريكية في العراق ماذا تفعل؟ هي تهدد الشعب العراقي، وهي تهدد الشعب الإيراني، وهي تهدد شعوب المنطقة. من حق الشعب العراقي أولاً أن يقاوم الوجود الأمريكي والاحتلال الأمريكي في العراق، وهذا حقه الطبيعي. أمريكا تسرق ثروات، سرقت وما زالت تسرق ثروات الشعب العراقي. الشعب العراقي أحق بهذه الثروات، ليس فقط في النفط وفي كل شيء. الشعب العراقي أحق بدماء علمائه الذين اغتالتهم القوات الأمريكية في العراق وشردت آلاف أخرى منهم إلى دول العالم. هذه هي حقيقة الأمر. الإيرانيون الذين يساعدون الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال ليسوا إرهابيين. من قاوم داعش في العراق عراقيون بدعم إيراني، ومن قاوم داعش في سوريا سوريون بدعم إيراني، ومن قاوم العدوان السعودي في اليمن نعود للسيد بدعم إيراني. إيران لا تدعم الإرهاب، إيران تدعم المقاومة التي تدافع عن سيادة بلدها وحرية شعبها. نعم، نعود لسيد بشار. سيد بشار، رئيس الوزراء العراقي السابق هادي عبد المهدي كشف أنه تلقى مكالمة هاتفية من ترامب فحواها عقد مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهذا قبل اغتيال سليماني، بما معناه وحسب ما فهم من هذا التصريح أن ترامب أوقع به أو خدع العراق من أجل اغتيال سليماني. ردت الفعل الأمريكية على هذه التصريحات التي جاءت مؤخرا من عبد الهادي؟ هو عزيز بشار، هذه التسريبات غالبا تكون مدروسة، يعني هي ليست عبثية. أن تخرج تسريبات من هذا النوع دائما تكون مرتبطة باعتبارات داخلية سياسية، سواء كان في المسألة العراقية أو المسألة الأمريكية. الآن قرار تصفية أو الاغتيال، هذا قرار يعتبر يعني مفروغ منه، وبالحزبين الجمهوري والديمقراطي هناك إجماع على أن إيران، من وجهة نظر أمريكية الآن أتحدث حتى يعني أحاول أن أبقى في الموضوع بعيدا عن السجال في هذه المسألة، في وجهة نظر الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية أن إيران هي راعية للإرهاب. حتى في عهد باراك أوباما في إدارته كان يتم التعامل مع إيران من منطلق أنه لن يسمح لها بتهديد إسرائيل، لن يسمح لها بإيذاء مصالح الدول المتحالفة معها من دول الخليج تحديدا، وكان التفاهم على كيفية احتواء إيران من خلال هذا الاتفاق النووي. سيد بشار، ما إذا كنا نريد أن نتحدث هذه النقطة، بالفعل هناك توافق أمريكي رسمي على أن إيران كما وصفتها، لكن لم يكن هناك توافق على عملية الاغتيال، وأنت تذكر الخلاف الداخل الأمريكي حول الاغتيال حينها. 100% صحيح، وهذا ما أريد أن أشير إليه، أنه ردة الفعل التي حدثت إن تذكر
العام الماضي كان استياء كبير لدرجة أنه نانسي بولوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي وصفت أنه هذا جنرال، بمعنى أنه لم تتعامل معه كهدف إرهابي. وهنا الخلاف الآن ما بين طرح ترامب وإدارته سواء وأنصاره في البنتاغون والخارجية، أو كما يرى الحزب الديمقراطي بأنه هذا استفزاز غير مبرر لإيران. أما لا خلاف على أنه إيران هي دولة راعية للإرهاب. المسألة الآن أن ترامب استفاد من وضعه للسلطة التنفيذية واتخذ قرار سياسي بتصفية سليماني والمهندس. أما إجراء اتصال مع عبد المهدي هذا طبيعي جدا، وإن كان حتى من باب التضليل يعتبر مبرر على الأقل من وجهة نظر أمنية مرتبطة في عملية استخبارية معقدة على هذا المستوى من التعقيد. طيب دعني أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو. يعني كل هذا اليوم يحدث مع بروز اهتمام إيراني بجزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى التي زارها رئيس أو قائد الحرس الثوري حسين سلامي. على ماذا يدل هذا الاهتمام، وما ردود فعل الدول المنطقة بهذا التوجه الإيراني؟ في سؤالك موجود الرد، لماذا اليوم؟ لأن اليوم هو اليوم، اليوم هو عرض عضلات وعرض قوى إيرانية أمام الأمريكيين، ولكي يذلوا الأنظمة العربية ليقولوا لهم في الإمارات وفي عمان وفي السعودية، يقولوا لهم نحن هنا الطرف القوي بالنسبة للإيرانيين. القانون والنظام هم الذين يحددونه. أريد أن أكرر، أنا أتفاجأ أن أسمع هنا أشخاص يتحدثون بدل من أن يتحدثوا بعبارات منطقية يتحدثون كوكلاء للإيرانيين. لا يمكن أن نسمع عدا الإيرانيين من يحاول تبرير أنشطتهم إلا إذا كنت تتبع للنظام الإيراني أو للاستخبارات الإيرانية. وبالنسبة لقاسم سليماني، قاسم سليماني هو المسؤول عن مقتل مئات ألاف القتلى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. هو ليس جنرال، هو ليس شخصية رمزية، هو شخص أدار أنظمة عسكرية شرسة وقتل بيديه وبيدي معاونيه مئات الآلاف. اغتياله كانت نقطة إيجابية غير كافية، لكنها إشارة من أن الولايات المتحدة ودول أخرى، وجيد أن قررت الولايات المتحدة القيام بهذه الخطوة، أن لا تبقي المنطقة دون رادع. سيد موسى، حزب الله العراق وأيضا حزب الله اللبناني وكما ذكر على لسان حسن نصر الله اليوم متمسك بخيار أو مطلب إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، هل تعتقد بأنهم سوف بالتالي يخفضون من سقف ردود أفعالهم، أي لا يتطلعون إلى ما يصفونه بالقصاص من قطرة سليماني والمهندس، وأن يكتفوا بالتمسك بضرورة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة؟ أستاذي، قبل لا أتكلم، قبل لا أرد على هذا السؤال، ودي أعلق على تصريحات ضيفكم اللي تفضل بأنه سليماني وإيران الثورة والمدينة الفاضلة وهم يعني الشعوب العربية تموت عليهم حبا واحتراما وتكريما. حبيبي، أنا من إيران، هناك مقولة للشاعر الإيراني يقول إذا الشمس طلعت هي دليل على وجودها، مولانا جلال الدين الرومي. النظام الإيراني نظام إرهابي طائفي معروفة هذه الميزة له بكل العالم، وليس أنا أقولها، كل المنطقة. وعندما قتل قاسم سليماني رأينا شوارع الشام والعراق يعني فرح وتوزيع حلويات ببغداد وبالمدن العراقية الشيعية. إن كنت لا ترى هذه الأشياء وتريد أن تطبل لإيران هذا شأنك، لكن قاسم سليماني مجرم حقير، قتل السوريين أكثر من 500,000 دماء السوريين ملطخة، يده ملطخة بدماء السوريين، بدماء العراقيين، ثورة أكتوبر
قتل كثير من النشطاء وقتل كثير من الإيرانيين داخل إيران، مجرم إرهابي. نعم. سيد موسى، لكي لا نعلق في هذا السجال واختلاف الآراء الآن، ما هي الأوراق وما هي الخيارات المتبقية لدى إيران؟ أما خروج الأمريكان، بدي أقول لضيفك، هؤلاء الأمريكان الذي جابوا جماعته كاللطامة بالعراق على ظهر الدبابات، جابوهم على ظهر الدبابات الأمريكان. سيد موسى بدون شخصنا، يعني هي ليس جماعة أحد. نعم. تفضل. نعم حبيبي، الأمريكان هم يعني موجودون بالعراق طبقا لاتفاق قانوني بين الدولة العراقية. البرلمان العراقي الذي أشار إلى تصويت البرلمان العراقي، حضروه مجموعة شيعية تنتمي إلى إيران، لا الكرد ولا السنة ولا العرب الوطنيين العراقيين، حتى من حشد الشعبي، في حشد شعبي ينتمي للعراق. نحن نتكلم عن مرتزقة إيران وليس كل الحشد الشعبي. طبعا حشد الشعبي في ناس عراقيين. هؤلاء الذين صوتوا للأمريكان عدة أصابع، لم يحضروا الأكراد، لم يحضروا السنة، لم يحضروا العرب الوطنيين، وهذه لا تعتبر أي قيمة لها. أما الدولة العراقية الرسمية وليس الميليشيات، هي التي وقعت على الاتفاق مع الولايات المتحدة للبقاء. أما حرب داعش، داعش معروف من قتل قيادات داعش، يعني داعش قتلت قياداته وهزمته أمريكا التحالف، وبسوريا هزمته الروس. إيران حبت أن تصادر هذه الانتصارات على داعش وتسير هذه الانتصارات باسمها، لكن العالم يعرف من قتل البغدادي، من قتل القيادات. دعني أنتقل إلى السيد أليف صباغ. يعني هناك اليوم خطوات غير عسكرية توصف بالتصعيدية تقوم بها إيران على أرض الواقع، مثلا تفعيلها لمنشأة فوردو ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم ومنع مفتشي وكالة الطاقة النووية للدخول إلى أراضيها. ما نتائج هذه الخطوات برأيك؟ يعني أولا ملاحظتين، هذا التضليل لا يفيد أحد. العالم يعرف حقيقة، فعلا يعرف حقيقة، ويعرف أن أمريكا هي التي ترعى داعش وهي التي أنتجت داعش كما أنتجت القاعدة. هذا كلام لا يفيدك ولا تستطيع أن تضلل طفل صغير في هذا الموضوع، كلنا نعرف الحقيقة. الأمر الآخر، وردا على ضيفك بالاستوديو، اتهامي بسبب موقفي وتحليلي للواقع كما هو وليس كما يريده الآخرون، اتهامي بالانتماء إلى المخابرات الإيرانية، هذا عيب وهذا كذب وهذا مردود، وأنا لا أقبل به ولا يجوز أن تقبلوا به أيضا أنتم في الاستوديو. هذا كلام خطير وعيب. إجابة لسؤالك، من الذي خرق الاتفاق مع إيران؟ إيران التزمت أن لا تخصب اليورانيوم بأكثر من 3% لمدة 10 سنوات، وهذا باتفاق دولي برعاية الأمم المتحدة وبتوقيع أمريكي وليس فقط إيراني. من الذي خرج من الاتفاق وخرق الاتفاق؟ الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي حرض ترامب على ذلك؟ إسرائيل وبنيامين نتنياهو. هذه حقائق لا يستطيع أن ينكرها أحد. الآن نتيجة الخرق الأمريكي، إيران تقول إذا كان أمريكا مستمرة في الخرق، إذا الاتفاق غير قائم. بما أنه غير قائم، أنا أريد أن أخصب، أن أعود إلى ما كنت عليه، أن أخصب إلى مستوى 20%. عندما تعود أمريكا إلى الاتفاق، يعود التخصيب إلى ما كان عليه. إيران تريد هذا التخصيب من أجل استخدام العلوم النووية في تطوير العلوم والتكنولوجيا، كل العالم يعرف ذلك. من المسموح، من المسموح بالمجتمع. أنا أريد أن أقول لك، أنت تحب إيران، بدلا من أن تتحدث عن النووي الإيراني. هي التي تملك الأسلحة النووية، التي تملك القنبلة النووية. لنستمع إلى وجهات النظر المختلفة. للسيد أوليفي، سيد أليف، نعم. المعلومات. لو سمحت أنت أنتهى الوقت. لو نستمع سيد أوليفي، ورجاء. الأسلحة النووية. يا سيد إذا ما كنت
وكيل إيراني فاعترف بهذا. يا سيد أوليفيه، يا سيد أوليفيه، لا نحترم هذه الأمور، لا نحترم ضيوفنا في هذا المحفل. جميعكم هنا ضيوف برحب بهم دون شخص هذه الأمور أو أي أوصاف. لا أحد هنا وكيل أي جهة، تفضل. لكن دون شخص هذه الأمور سيدي، تفضل. بعضنا البعض، تفضل. إذا أنا وصل إلى خاشي ما تكون خبيت إيران كداي ميود. عليك على الإيرانيين أن يعتنوا بالأدوية والتطعيم. إيران بدون سلاح نووي أفضل للإيرانيين ولكل منطقة برمتها. انتهى الوقت للأسف. سيد أوليفييه ريفوفيتش الخبير العسكري والأمني وضابط الاحتياط في الاستخبارات الإسرائيلية، وأيضا السيد أليف صباغ خبير شؤون الشرق الأوسط، وكان معنا أيضا السيد موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني، والسيد بشار جرار المحلل السياسي الذي كان معنا عبر الخط الهاتفي من واشنطن. شكرا جزيلا لكم وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه أو ختام نشرة هذا المساء. شكرا لطيب المشاهدة، أمتم مساء، إلى اللقاء.